هل يمكن أن نقول أن سيد قطب وحسن البنا هما أصل التكفير في هذه الأيام؟ لا لا لا، ليس بصحيح. مساواة سيد قطب مع حسن البنا غلط. سيد قطب كان يرى التكفير، وسيد قطب في كتابه لماذا أعدموني يقول هو بنفسه، ويا ليت أحضرت الكتاب حتى أقرأ لكم نصوص كلامه، يقول كنا نجتمع في القاهرة حتى نقرر أي كبري ننسفه في القاهرة. ينسفون الكبريات، يعني إيش الكبري؟ الأجسار الكبيرة، الجسر الكبير تسير عليه المركبات والحافلات والسيارات. فسيد عنده هذه النزعة، حسن البنا ليست عنده هذه النزعة. حسن البنا عنده يعني حوربة زائدة، يعني هذا عنده شدة وهذا عنده تساهل. لذا دائما في الإخوان المسلمين ما يطلق عليهم اليوم حمائم وثقور، يعني الثقور سيد قطب وحمائم حسن البنا. هذا 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 منهجهم، وليس هذا في الأردن، هكذا هم في كل الدنيا. ولذا مما قاله ونفع الله تعالى به عن سيد، وكما يقولون شهد شاهد من أهلياء، يوسف القرضاوي له كلمة جيدة. يوسف القرضاوي يقول عن سيد قطب: من تحت عباءته نبعت جماعات التكفير في هذا الزمان. هذا كلام يوسف القرضاوي في سيد قطب. احنا ما عندنا شيء، ما نتكلم احنا، هذا وشهد شاهد من أهلها. يوسف القرضاوي يقول: من تحت عباءة سيد قطب نبعت جماعات التكفير في هذا الزمان. وهذا حق، هذا حق ولا صحيح. ومن الأشياء الغريبة، وقد قيدت ذلك في بعض الأوراق وكنت نشات عندي في مجالس شيخنا الألباني، وكنت جالسا في مكتبته، الشيخ عدنان عرعور زار الشيخ الألباني وقرأ عليه مقدمات لماذا أعدموني، والمقدمات بديعة ولم أكن قد قرأت الكتاب. فقرأ عليه أنه سبب علل الأمة اليوم وفساد الأمة وضياع الأمة أنهم ما أخذوا بالعقيدة الصحيحة، والواجب أخذ العقيدة الصحيحة ونشر الهمة وجعل النهمة مركزة في تدريس العقيدة الصحيحة. فلما سئل الشيخ عن كلامه، فكان الشيخ يقول: كأننا درسنا العقيدة معا. هذا كلام أنا سمعته من الشيخ وقيدته، ولكن الشيخ قاله بمناسبة ذكر وقراءة كلام من مقدمات لماذا أعدم. لما قدر الله فيما بعد وقرأنا بقية الكتاب وجدنا العقيدة اللي بتكلم عنها شيء آخر غير عقيدتنا، وقد نبه على هذا وعلى ضلالات سيد قطب في العقيدة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، وقد أحسن وأجاب وبين ضلالات الشيخ سيد قطب، وأهدى كتابه للشيخ الألباني، أهدى مجموعة من الكتب. كنت في زيارة للشيخ فأهداني نسخة من تعقبات الشيخ ربيع على سيد قطب، وبفضل الله علي وجدت على هذه النسخة تعليقات لخط الشيخ وتعقبات على الشيخ ربيع، وكتب في آخر الكتاب: أننا عرفنا حقيقة سيد قطب من خلال كتابك، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فشكر صنيعه وتعقبه في أشياء يعني تدقيقات العلماء المعروفة، قال: أنت قررت هنا شيء وقررت في صفحة كذا شيء يخالفه إلى آخره. فلذا بعض كلمات خرجت من شيخنا الألباني عن سيد قطب في بعض الأوقات هي ليست القول الذي مات عليه، وهي ليست الذي يعني قاله الشيخ في أواخر حياته. وهذا هذا الأمر يسميه العلماء اختلاف تحقيق مناط الشخص، يعني هو ما غير وما بدل الشيخ، شيخ يعني قال كلاما مدحه حتى في الآخر لا يتراجع عن مدحه لما مدح، ومدح كلاما بضوابط لكن ما كان قد قرئ عليه حقيقة سيد قطب وكل ما في كتاب لماذا أعدم. فالشاهد القيل والقال في سيد قطب كلام كثير. سيد قطب أديب لم يدرس عقيدة أهل السنة، خرجت منه عبارات لو أن عالم قال هذا كفر، فسيد غلا فيه الأحباش وكفروه. وتكفير الأحباش سيد قطب غلط وحرام شرعا ولا يجوز، ونحن قوم
الواجب علينا أن نعدل. سيد قطب في كتابه الظلال قال عن الله عز وجل المهندس، مهندس الكون، وقال عن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال عنه الريشة المبدعة. فإذا اعتقد أي إنسان سيد أو غير سيد أنه الله عبارة عن ريشة مبدعة والله مهندس بمعنى الهندسة المعروفة، هذا كفر وهذا تشبيه وهذا خروج من الملة. لكن نقول هذه عبارات الأدباء فيها توسع في الكلام، خطأ في الإطلاق، ولا يجوز أن يطلق على الله عز وجل الريشة المبدعة، ولا يجوز أن يطلق على الله عز وجل أنه مهندس الكون الأعظم. فموقفنا من سيد أننا نخطئه فيما أخطأ، وأننا نعرض كلامه على عقيدة على كلام العلماء، وأننا نتوسع له، وإن لم نقبل بعض عباراته فإننا لا نقبل تكفيره، فإننا لا نقبل تكفيره. فسيد في غلو وفيه جفاء، فالأحباش أخطأوا فيه وأتباعه، بعضهم كان يقول جيبوا لي أي كلام عن سيد وأنا أرد على من يرد علي. سيد واحد من الخلق، والنبي قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وسيد عنده عبارات غير مقبولة، وعنده منهج فيه توسعة في التكفير، وكان يزهد الناس بالكتب الصفراء وبكتب العلماء، وكان يقول هذا ليس وقتها إلى آخر الكلام. صلى الله عز وجل التوفيق للجميع.